عندي هنا كاستين من الطحين، فهي معلقة من البيكنج باودر، وبدنا بودرة حليب. بعدين عندنا هنا خميرة مشان يقدر إنه بس ينفش شوي معنا، فهي معلقة منه. وهي عندنا كمان سكر. أنا بحط شي يعني على كاستين طحين بحط شي نص لتر مي. يمكن تحسوا إنه يمكن العجين تكون شوي خميلة حتى بعد الساعة، فبتقدروا تزيدوا شوية مي عليه. بتجربوا يعني أول واحدة دائما مش دائما بتكون ظابطة، فخلينا رح تزبط نجرب حظنا. شفتي شو زبطت؟ هي هي. بس هيأتي المتابعين انه يمكن ما تزبط. يمكن اذا ما زبطت ما تخافوا ما تقلقوا، بتقدر تزيدوا شويه مي عليها. وهي الببلز اوريدي طلعوا ومبينين.